24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. نحن تبادلنا فقط اليوم بعض الأفكار اللي بغينا نأكدوا عليها، على أننا هذه المشاكل اللي كنشوفوها الآن اللي سمعنا وكتبنا عليها كثير هي مشاكل طبيعية في المسار كياخذوا المغرب في المجال الاقتصادي والفلاحي والسياسي، ونحن سنواجهه بتحالفنا، سنواجهه بوحدتنا، سنواجهه باتفاقاتنا، وسنواجهه باحترامنا لعلاقتنا والالتزاماتنا سواء على مستوى البرنامج الحكومي او سواء على استنادا على ميثاق الاغلبيه. لذلك سنستمر بهذه الحكومه وسنشتغل بهذه الحكومه وسنواجه هذه المشاكل وهذه الازمات وسنتحمل مسؤوليتنا كامله الى ان نقوم بدورنا كما ينتظر منا من طرف المواطنين ومن طرف جلاله الملك. لذلك تاكدوا ان كل ما تسمعونه خارج ما نقوله نحن الثلاثة غير صحيح. نحن الذين نملك الحقيقة، نحن الثلاثة، وسنبلغكم بها في حينها. لذلك ثقوا فينا حينما نقول لكم أننا أقوى مما كنا من في الماضي، ولنا إحساس قوي بالاشتغال أكثر، بل لنا شعور رغبة في العمل أكثر، لأن خدمة هذا البلد وخدمة هذا الشعب مفخرة لنا ونشان على صدورنا، ونحن الحقيقة نعتبره فرصة تاريخية لكي نقدم شيئا لهذا البلد سيسجله الأجيال اللاحقة وتقول بأن هناك كانت قيادة التي حققتهما لم يحققه الغير. شكرا لكم.